عودي معكم للمتابعة، صباح الخير من جديد. ومن لبنان على كندا آلا يمنى. يمنى عندي سؤال. مرحبا. يلا على السريع. اسم الله عليك، كل سنة مزروبة بالبيت إلي يومين. ليه؟ عاصفة تنزرب بالبيت جوزيف العادي. يعني احنا السنة ما في عواصف الحمد لله، يعني بقدي العواصف السياسية والاقتصادية والعواصف الأخرى اللي عم بتصير يعني، بس انه مش الحمد لله بدنا مي وتلج مشان موسم السياحه طبعا، ولكن إيه. انه حلو الواحد يكون برد كثير الشتويه، لانه مش مجهزين مثلكم انتم، يعني حتى بالتخت حاطينكم من تحت شوفاج، يعني ما ماشي حال. قل اعوذ برب الفلق. إيه. قل اعوذ برب الفلق. قد ما احكي مش حصيب بالعين كندا، ما تخافي. قد ما احكي ليك سؤال، انا عندي دائما تساؤل، دخلك الدولار عندكم قدام الامريكاني عم كمان عم يخسر ولا بس نحن الليره؟ ايه كمان عم ينزل، يعني ما تغير عليك افري جوزيف. والله افري وير، بس انت ببلد عرفت كيف يعني حاميها حراميها. شو قصدك افري وير؟ يعني انه معقول 10000 ليره بدي 4 ايام؟ هيدي الانفليشن جوزيف انه بكل العالم موجوده عرفت، بس انت عندك شيء سوبر اكسترا. هلا نحن استفدنا من شغله، بدي اعلمك شغله، بعلمك اياها وبعلمها للمشاهدين. يلا روح. اذا بدك تحجزي اونلاين تيكت طياره، بتفوتي على الفي بي ان، بتغيري الاي بي للتليفون، لانه يعني انت ببلد فقير، بتاخدي التيكت انقص ممكن ب 80%. تخيلي. والله ايه اونلاين بيطلع لك الاسعار الرخيصه، يعني اذا بتحطي انت بفنزويلا ممكن توصلي ل 30 يورو. يلا من بلد لبلد، محل 700 يورو. تخيلي هالشيء. هلا اذا بتحطي بلبنان على هالانفليشن اللي عم بتصير وهالغلا والازمات، بيعطونا 30 يورو بيعطونا التيكت. ما بيعطوك شيء، ما بيعطوك. ها لا هن بيعطونا، بس قبل ما توصل لعنا في حدا كيف بدهم يعطوك جوزيف، وهو الدولار بعده على 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 يعني على جوجل 1500 دولار. ما انت شايف حفله الجنون والعصفوريه اللي نحن فيها، كيف بدهم يحسبوا لك انه انت بلد فقير؟ كيف هلا مع احترامي يعني مع احترامي لكل المهن، يعني حتى اللي بيساعدك اذا بدك تنقل اغراضك صار بيطلب لك باللبناني ادفع دولار. ايه عن جد جوزيف معبق قلبي كثير. انا كنت وانت بتعرف يعني بعثت لك فويسز لك ولمايا، وعن جد يعني ما بدي بين بمنظر الناس بالناس والقطه بنفيس، بس رجعت يعني كل ميلي بقتنع اكثر بالمسرحيات، وكل ميلي بقتنع اكثر بضرورة هيدا المشهد بالنسبة لألون لحتى يلهوا الناس أكثر عن الأساسيات. فمنشان هيك قررت أنه مثل ما كنت حابة أطلع أحكي عن جوي أورد، اللي هو أكبر وأضخم حفل توزيع جوائز وتكريم بالشرق الأوسط. نعم. رح نكمل. جاهز؟ يلا منقلع. بس سؤال قبل ما تقلعي، راجعة على لبنان انت ولا خلص صرتي مواطنة كندية نسيت لبنان؟ انا بدي فوت على الاي بي ادرس، اذا اعتبروا انه انا بلد فقير واعطوني التيكت ب 30 دولار برجع. اذا اعطوني اياه ب 1700 دولار لا ثم لا. تفضلي. تفضلي مايا، خلينا نحكي عن الجوي اوورد جوزيف يلي السنه الماضيه حكينا عنه وما كنا غلطانين لما اعتبرناه يعني عرس يجمع اهم اهل الفن من كل المجالات من كل الفئات، من تنظيم هيئه الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض ورعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ لصناع الترفيه في العالم والوطن العربي. قول ليلة فخامة، قول ليلة أحلام، قول مهرجان. ما قدر ولا مهرجان عربي أنه يقدر يعمل هيدا الكونسبت حقيقة، هيدا هو ونحن بنفتخر بهيدا الشيء. جمع 600 ضيف من العالم طبعا،
طبعاً من السعودية أهل الدار، ومن الخليج من مختلف البلدان العربية والعالمية، لبنان، مصر، سوريا، الكويت، العراق، الإمارات، الأردن، المغرب، الهند، إسبانيا، أمريكا وتركيا، وما بعرف إذا نسيت شي بلد. غطى كل مجالات الفن والترفيه والمواهب الواعدة، الرياضة، من دون ما ينسى كبار وعظماء الإبداع في الوطن العربي والعالم. فعلاً جهد جداً جبار وفخر كتير كبير للجميع، جمع فيه شمل النجوم والمبدعين بكل العالم. مثل ما أنك شايف شيء ما بينشبع من النظر لإله، أنا هون بدي ودي كمان قبل ما فوت لشوية خبريات ثقيلة، بس بدي وضحها، بدي وجه تحية لكل المراسلين أو الصحفيين اللي كانوا موجودين على السجادة الحمراء أو الفلفت كاربت مثل ما سموها، لأن جوزيف أتقنوا شغل الريد كاربت. أنا لهلأ بعدني عم بستمتع بلقاءات السجادة الحمراء، الأسئلة، الجو، الفايبز، قدروا يطلعوا من الفنانين ما يجب أن يعني الجو اللي لازم أنه يكون بالريد كاربت. وكمان برافو للفنانين والمبدعين الموجودين، فهموا اللعبة وكانوا كان جو كتير حلو، يعني مهرجان عربي عالمي بكل ما للكلمة من معنى. عم نشوف كل الفئات والجوائز يلي ما بقدر بربع ساعة أحكي كل شيء، فنقيت هيدا الفيديو وأخذته من كذا محطة تلفزيونية لأنه هني كان عندهم يعني الحقوق أنهم يعرضوا هذا المهرجان. هذا الفرح جوزيف نقيت، بدي أحكي اليوم عن نادين نجيم، بدي أحكي عن أنغام، بدي أحكي عن الفنانين غير المكرمين وكيف انتقدوا، وهن براء من هذا الانتقاد. وإذا كان معنا وقت كمان في مواضيع تانية بدي أحكي. نادين نجيم تفوز بفائزة الممثلة المفضلة، أخذت الجائزة سلم إياها، الفيديو موجود عندك مايا، سلم إياها الفنان جمال سليمان. تأثر كتير كبير بك، قدام تصويت أكاديمي مش قدام تصويت جوري، نحن قدام تصويت جمهور. صحيح. والجمهور الخليجي يعني إذا عن جد حدا من اللي كتب يعني ونزلوا هاشتاج مقاطعة نادين نجيم، معقولة يعني جوزيف؟ معيب هذا الشيء، أول شيء معيب بحق فنانة لبنانية ونحن الممثلين اللبنانيين نادين وغيرها عن جد من أشطر بس وأحلى. أنا عزيز جهلي عم صور مسلسل ما كتير متابع، مين اللي نزل، الصحافي أو الكومنتس العالم؟ لا، بعض الصحفيين، ليس لا. جميع الصحفيين. وطبعا بتعرف جوزيف هون بتفوت لعبة الفانز، يعني عندك مثلا فانز لهذه الممثلة وفانز لهذه الممثلة، بتدبك بتكبر. بس انه هاشتاج مقاطعة نادين نجيم، ليه؟ كانوا عم بيقولوا مين بفضله او مين كان بيتوقعوا انه هو يفوز؟ يعني في طبعا لطشات جوزيف، ومثل ما قلت لك الكومبيتيشن كانت عاليه، لكن يا جماعه هذا لا ما بيقلل من شان بقيه الاسماء، ان كان ممثلين لبنانيين او ممثلين خليجيين، لكن الجمهور هيك صوت، هيك بحب. وعلى كل حال كل الموجودين زقفوا وهذا الشيء حلو، بس انه نعمل مقاطعه نادين جيم شو عملت لنا؟ يعني بالمنافسه كان في موجود يعني ولا بالجوي اووردز كان موجود اشخاص عم بيتنافسوا وما ربحوا، يعني موجودين كانوا بالسهرة وعرفوا النتيجة هونيكي مثلا مثل ما بصير عادة. هيدي جوزيف الباوربوينت تبع المهرجان. نعم. المهرجان يعني كل المرشحين بيكونوا موجودين بالحفل على غرار المهرجانات الكبيره مثل الاوسكار وكان. نعم. كل المرشحين بيكونوا موجودين وبيطلع الفائز وهو بتصويت الجمهور. فاذا ابدا ما كان بيستاهل هيدا الهاشتاج. نعم. اذا العمل غير جيد حقكم تنتقدوه، حقكم ما تحبوه، حقكم تعتبروه تنتقدوه، لكن هذه جائزة من تصويت الجمهور، حق الجمهور انه يكون بحب هذه الفنانة طبعاً. عن غيرها وانه يصوت. انا بدي اقول الف مبروك لنادين نجيم لانها بتستاهل كل الخير بكل شيء عم بتقدمه، وكلنا نحن كمان فان. لا بس قبل ما يخلص وقتنا، انا عبالي تمرقي على قصة انغام يلي انا سمعتها وكسرت الدنيا، انه
واعتبروها انه قللت قيمه الاشخاص اللي قدموها الجائزه. ما بعرف اذا هيك كان قصدها ولا قصدها كان مسحه مرقت وما كان قصدها اللي قدموا لها الجائزه، بالعكس بتحبهم وبتحترم. اكيد الكل حضر هيدا الفيديو، خلينا نشوفه بالوقت اللي نحن عم نحضر. انغام يعني انا بعرفها على الصعيد الشخصي وفيتي على بيتها. انغام بغايه اللطافه بغايه الذوق وبغايه الاحترام، لكن انغام اخطات على المسرح جوزيف. هيدي غلطه كثير كبيره، اخطات على المسرح وهذا يحصل. مرات بنكون مندفعين وبدنا نعبر عن محبتنا، نخطئ في التعبير. لكن انغام واجبها كان انها تكتب او تطلع بكلمه تقولها تعتذر. يعني ديما قندلفت وسابر المصري يجب الاعتذار منهم، نجوم مش اي نجوم، نجوم ولا غير نجوم. مين ما كان الشخص اللي عم بيقدم الجائزه، ما فينا كنا نقلل من احترامه على المسرح بهذه الطريقة. مش مقصود أنا بأكد لك، لكن كان يجب أن تبادر بالاعتذار. يعني تخيل ديما قندلفت هي اللي بادرت، لأنه يعني كمان حفاظا على ماء الوجه نزلت تويت كله أخلاق وكله رقي، قالت تعلمنا احترام المسرح خشبة وجمهورا وشركاء، لكن البعض بسبب الارتباك بتخونوا الكلمة بالتعبير عن الذات. أنغام كل التوفيق، ما في أرقى من هيك. صحيح. أنغام هالنجمين يعني مطالبة أنغام إنها كانت تعتذر، لم تعتذر وإنما تجاهلت هذا الموضوع ونزلت فرحها بهذه الجاهلة بهذه الجائزة متجاهلة كل الموضوع، وهذا الأمر لا يجوز. فازت بجائزة الفنانة المفضلة، كمان قوبلت بالانتقاد. هون كمان بدي أوضح حتى يفهموا الناس إنه أنا لما بنحكي مع والضد احنا مش محسوبين على حدا، نحن نعمل نقد فني بكل معنى الكلمة. كمان هؤلاء اللي بيعتبروا انه أنغام ما كانت بتستحق هيدا اللقب او هيدي الجائزة، نسيوا انه في ثلاث فنانين غير خليجيين، هن الفنانة أنغام، الفنانة ذكرى الله يرحمها، والفنانة أصالة. هم اول الفنانات غير الخليجيين الذين اتقنوا اللهجة الخليجية، وما كان يمرق مناسبة في السعودية وفي الخليج خاصة أو عرس أو غيره غير ما يكونوا موجودين. والشعب الخليجي والسعودي وفي يحب أنغام ويصوت لأنغام، فحتى لو ما كان عنده أعمال جديدة أنغام بباله وبقلبه، فلذلك هو صوت والله يا يمنى أنا كمان برشحك لأفضل إعلامية عندها شغف الفن والأخبار الفنية ومتابعة كتير لكل هالأخبار، وعندك باك جراوند حرزان كتير. نعم ثانك يو جوزيف. فينا بعد نقول شغله لانه قعدت لي بزلعيمه؟ طب ما تخلي شيء بزلعيمك قولي. لا هي بالذات قعدت لي بزلعيمه جوزيف، وكثير مزعجه وكثير عيب وكثير يعني بلا فهم يلي 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 حكي فيها. مثل ما كنا عم نحكي السوبر باور بوينت لهيدا المهرجان انه عن كل فئه يحضر المرشحين ويفوز الجائز، ونحن ويفوز الفائز بتصويت الجمهور. يعني اذا من القصص اللي مفرحتنا انه نحن لاول مره ما بنشوف فجاه هبط بس الفائز، نحن بنشوف الكل مع ردات الفعل مع المباركات، جو كتير حلو يعني على غرار المهرجانات العالمية. فتخيل جوزيف انه ينتقد هذا الشيء بغبا طبعا، يعني اللمبات انتقدوا انه شو الفنانين يلي غير المكرمين قاعدين عم بيزقفوا مثل الكومبارس، انتوا ناس غير طموحين، انتوا ناس ما عندكم اهو ناس ما متابعين العالميه والمهرجانات المهمه. نعم. فإذا من القصص اللي ساعدتنا وساعد الجمهور إنه قدرانين يشوفوا فنان غير فائز عم بزقف للفنان طبعاً الفائز، وهيدا جمال الجائزة وهيدا جمال الفوز. حقيقة كتار من الفنانين أصلا اللي حضر الريد كاربت يعني شاف وسمع حتى لو كانوا بس أنا بدي أقول لك شغلة كتير مهمة يمنى. يعني نحن بنعرف إنه هالمهرجانات وأساسا طلق من لبنان يعني ومهرجانات مهمة كتير، إن كان ميركس دور يلي بلش، إن كان بياف من بعده، إن كان الزمن الجميل، يعني كلها مهرجانات، كان كتير من المهرجانات يلي عطت الجوائز لفنانين. للأسف ما قدرنا نوصل لأنه يحضر كل المرشحين ويقدموا الجائزة.
للفائز للأسف ما بعرف ليه بيقبلوا بغير مطرح وما بيقبلوا ببلدهم أو يعني بلبنان ما بعرف. وهيدا مش الحق بس على المنظمين، هيدا الحق على الفنانين يلي بيرفضوا أنه يسلموا جايزة. أنا بتمنى يكون فيها الروح الرياضية لأن وجدت بجوي أوردز بكل المهرجانات، لأنه منضل منقول مع احترامي لكل المهرجانات العربية أنه انطلقت هالمهرجانات وصارت عالمية من لبنان. وهيدا السؤال يسأل يا جوزيف، قلت لك أنا الجوي أوردز على السقف ونحن نحلم بهذا الفضاء الفني اللي فيه كل أنواع الفنون، نحلم بهيك نوع من مهرجانات. وهيدا سؤال يسأل، يعني بكرة أي فنان بدي أنا أعمل معه مقابلة أو أنت أو إن وجدنا بده ينسأل الفنان أنت ليش بترضى بمهرجان مثل الجوي أوردز تكون موجود حتى لو أنت ما عندك جايزة، ليش بهيدا المهرجان منحب نسمع منحب نعرف والأسماء متشابهة والمستوى نفسه، يعني اللي موجودة هون بتنوجد هون أو بتنوجد هون يعني. نعم. ما بعرف، أنا بحب أسأل نادين نجام وبحب أسأل أنغام كل يلي ربحوا، هل إذا كانوا بمهرجان في لبنان، هل إذا كان الاسم المرشحين بعد ما بنعرف من الرابح بيكونوا موجودين أو لا مثل ما صار زملائهم؟ أنا بتمنى هيدا الرد يكون كمان وبنتمنى هيدا الشيء يتعمم يتعمم جوزيف، لأنه هيدا جمال المهرجان، هيدا جمال الجائزة، هيدا جمال المشهدية، هيدا اللي بيخلي الناس تحضر وهالفيديوهات تروح فايرل، وهيدا التطور بهذا المجال. ما فينا نضل كل الوقت، وهيدا الخطوة يعني السباقة اللي عملتها الرياض، اللي عملتها المملكة السعودية في الجوي يويو. عيونا يعني سوري خطينا الوقت، انا بكل محبه بقول لك بحبك كثير وما لا يمل منك ابدا لكل الرابحين. بس كلمه واحده بعد بعثي شيء على الان كلمه، بليز حضري صور جورج وسوف لانه كل الناس ناطره. اول ظهور للفنان جورج وسوف يا جوزيف كان من الرياض، كان معزوم لكن طبعا ما نزل على الحفل، لكن قدرنا نحصل على هيدي الصور. رح نشوف الصور يا مايا، بما انه الصور عندك رح نشوفهم ومنختم. يلا اوكي، فبعتقد الناس هيك شافوه واطمنوا عليه. جورج وسوف انبسطنا كثير انه شفناه. الله يكون معه، واعلن من بعد كمان كم لمبه كتبوا لنا انه بده يعتزل. لا اعتزال للفنان جورج وسوف، لكن العوده ستكون، اعتذر عن كل الحفلات والمهرجانات، العوده ستكون لربما بشهر فبراير، والبدايه باغنيه لروح ابنه وديع جورج وسوف. يعني الله يصبره ويكون معه، والله يعطيه الصحة والقوة والاستمرارية لأنه بيستاهل، نجم النجوم. شكرا لك يمنى، نشوفك نكست ويك إن الله راد. ستي سيف يا سنفورة. سنفورة؟ ايه ذكرتيني بالسنافر. ايه اهلا بننقي انا واحد انت واي واحد انت، انا فرفوش انت شو؟ انا سنفور غضبان. غضبان ايه لا حبك هي طلع براسي هيك هلا ما بعرف ما بيشبهه لا ثانك يو. هلا غضبانين باللي عم بصير فينا، غضبانين سنفور غصب عنا كل لبنانية سنفور غضبان.